ورجعنا ومكملين حديثنا عن فعلا ظروف المكانية لبيئة العمل هي أساس لتشجيع المرأة على دخول سوق العمل، وده الشيء أكدت على أهميته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لما أقرت ضرورة التزام أصحاب العمل بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة للحفاظ على خصوصيتها في مكان الدوام. وهذا التنظيم الموحد يعتبر خطوة محفزة للمرأة، وشدد التنظيم على التزام أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط نذكر منها يا علي. أكيد، منها تأمين مصلى ومكان استراحة مستقل للنساء، بالإضافة إلى ضرورة وجود امرأتين في أوقات الدوام في حال وجود عاملين من الرجال، وأيضا تأمين كاونتر مستقل بمسافة كافية لخدمة العملاء. والآن تقوم وزارة بمتابعة التزام المنشآت بالتنظيم وتطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين. والحديث أكثر عن الموضوع معانا من الرياض المهندس علي الغامدي، مدير عام تطوير بيئة العمل في وزارة العمل. يا أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك يا سمي. يسعد صباحك وصباحكم. شكرا أستاذ علي، أستاذ غادة، شاكر ومقدر استضافتكم. يا أهلا وسهلا فيك. يعني بداية اليوم الحمد لله المرأة السعودية أثبتت قدراتها في كل المجالات وكل القطاعات، واليوم ما شاء الله المملكة قالت تعمل على تنظيم الموحد إلى عدة ضوابط لعمل المرأة، خلينا نتكلم عن أبرزها معك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية تقدم بجزيل الشكر لكم على الاستضافة ولكافة فريق العمل من دبي إلى الرياض. طبعاً راح أتكلم عنها، بس في البداية خلونا نوضح الهدف من الضوابط هذه عساس نفهم بالضبط ليش وضعنا الضوابط. طبعاً إحنا اليوم قاعدين نعزز قضية وجود المرأة في سوق العمل، وأحد الأهداف الاستراتيجية عندنا بالوزارة المرتبطة برنامج التحول الوطني 2020 اللي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، أحد الأهداف الاستراتيجية اللي هو هدف استراتيجي اسمه زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. فعندما نريد إدخال المرأة في سوق العمل، في المقابل نحرص أن يكون بيئة العمل والمنشآت هذه سليم، بيئة جاذبة كي تستقطبهم. صحيح. أي نعم، فالهدف الأساسي من مفهوم بيئة العمل أنها تكون جاذبة وآمنة. طبعا الضوابط تتطرق إلى أشياء كثيرة، أنا راح أتطرق إلى أبرزها، أنتم ما شاء الله ذكرتوها صراحة في المداخلة قبل قليل. من أبرز الضوابط توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب، ويفضل الجمع بينهما. طبعا من أبرز الضوابط الأخرى فيما يتعلق ب وجود مكان مهيئ ولائق لمخصص للنساء، يكون خاص فيهم في الاستراحة، في أداء الصلاة، دورات مياه مخصصة نظيفة لهم. إضافة إلى ذلك توفير مقاعد خاصة بالعاملات. إحنا نقدر نعم ونعرف ونتفهم أن بعض أصحاب العمل عنده فلسفة في قضية خدمة العملاء، أنه يقول أنا أزيل قضية الكراسي وأنا خدمتي تتطلب أن العامل أو العاملة يكون واقف، لكن إحنا في المقابل نقول كذلك نريدك أن تتفهم أهمية الحفاظ على صحة العامل والعاملة. صحيح. وأهمية بعض الأمور اللي تساعد على استقرار العامل بشكل عام، العاملين والعاملات بشكل عام. أيضا فيه ضابط رابع اللي هو فيما يتعلق بمراكز ضيافة الأطفال. نص النظام في حال وجود لا يقل عن 50 عاملة زائد 10 أطفال من أطفال العاملات، يفترض أنه يكون في مكان مخصص لرعاية أطفال العاملات. هذا من أهم أحد الضوابط. إضافة إلى ذلك في حال وجود عاملين من الرجال، يفترض ألا يقل عدد النساء العاملات عن امرأتين. إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بساعات العمل، نص النظام فيما يتعلق على الجميع بشكل عام 8 ساعات عمل. النساء مفتوح في كثير من الأنشطة، العمل إلى الساعة 11 الليل، في أنشطة تتطلب وجود النساء فيها مثل الأنشطة الصحية طبعا. صحيح صحيح.
وهذا موجود ومطبق ومجرب اليوم في الطوارئ في المستشفيات متواجدات ويسمح النظام بذلك. طبعا المنشآت الصناعية ساعات العمل إلى الساعة 6 مساء، هذا من أبرز الضوابط بشكل عام. خطوط الإنتاج، فيما يتعلق بخطوط الإنتاج في المصانع يفترض أن تكون يوفر اللبس الآمن، اللبس المحتشم والآمن للعاملات على خطوط الإنتاج. هذا يعني من أبرز الضوابط المتعلقة عديدة، يعني نتمنى فعلا أنه على أي سيدة عاملة أو مقدمة على العمل أنها تطلع على هذه الأنظمة اللي حتخدمها واللي حتقدم لها فعلا بيئة سليمة زي ما ذكرنا. أكيد. يعني مهندس، بس ودي أسألك، يعني هل تتوقع أن مع هالضوابط هذه كلها راح تتشجع المرأة السعودية أنها تعمل بشكل أكبر؟ وهل في عدد معين عندكم أنتم جالسين تستهدفونه في الفترة الجاية ولا؟ طيب طبعا نعم، احنا نعتقد الضوابط هذه جزء من كل. انت لما تتكلم على مفهوم بيئة العمل هي الظروف المحيطة بالعاملين والعاملات، ظروف مكانية، ظروف مالية، ظروف صحية نفسية الى اخره. فاحنا نعتقد ان الظروف المكانية هذه هي جزء حلقة معينة في توفير بيئة عمل بشكل عام جاذبة للمرأة العاملة. نعم. فعلى هالأساس لما الوزارة تقوم بقضية دراسة بعض الأنشطة للتوطين، دائما نحرص في المقابل أن نشوف وش الاشتراطات أو الضوابط اللي نستطيع أن نضعها بحيث أن نكون مكملين لبعض. توطين ووجود ضوابط تحفز المرأة في الدخول إلى سوق العمل. نعم، بشكل سريع، المنشآت سواء صغيرة أو كبيرة ما يعني ما وفرت هذه البيئة وما التزمت بهذه الأنظمة، إيش هي العقوبات الواقعة عليهم؟ طبعا في عقوبات حاليا متعلقة بنفس الضوابط اللي ذكرتها قبل قليل. في حال عدم الالتزام فيها في عقوبات قد تكون بمبلغ وقدره 25,000، في عقوبات قد تتعدد بتعدد ريال. نعم، في عقوبات قد تتعدد بتعدد نوعية المخالفة، مثلا على سبيل المثال عدم توفير رعاية طبية للعاملات، مثلا التأمين الصحي. صحيح. في حال أي نعم، في حال عدم وجود، هذا ما ذكرته أنا من الضوابط في البداية لكن هذا منصوص عليه، في حال مثلا وجود 3 عاملات لا يوجد لديهم تأمين صحي أو لأفراد عائلتهم حسب النظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، المخالفة حاليا 10,000 ريال لكل عاملة، فبالتالي 10 × 33,000. في مخالفات عدة كذلك فيما يتعلق بتأمين مقاعد الاستراحة، هذه قيمتها 5,000. إضافة إلى ذلك بشكل عام، على أساس إحنا نريد الالتزام بشيء يكون بشكل أكبر وأفضل. صحيح. في عندنا حاليا خلال الشهرين القادمة بحول الله راح يتم إضافة مزيد من المخالفات لكي نحرص على أن نغطي بشكل عام الضوابط المكانية لبيئة العمل. وهي مهندس علي، يا مهندس علي، هي مرحلة انتقالية عندنا، فشكرا لكم أنكم أنتم جالسين تنظمون هالمرحلة هذه وتشجعون النساء أنهم يدخلون إلى سوق العمل. فشكرا لك المهندس علي الغامدي، مدير عام تطوير بيئة العمل في وزارة العمل. ويومك سعيد يا رب.